اكس زائد ا يساوي بي، يعني اننا نضيف العدد اكس الى العدد ا للحصول على بي. اذا يمكن ان نقول بصيغه اخرى، ما هو العدد الذي نضيفه الى ا للحصول على بي؟ اذا نبحث عن العدد اكس. اكس يساوي بي ناقص ا. اذا اذا اضفنا الى ا بي ناقص ا، فاننا نحصل على ا ناقص ا زائد بي، يعني ا ناقص ا يساوي صفر زائد بي يساوي بي. اذا العدد الذي نضيفه الى العدد ا لكي نحصل على بي هو بي ناقص ا. هذه الكتابه هي معادله اكس زائد ا يساوي بي. هذا يعني ان اكس يساوي بي ناقص ا. كيف نحل معادله ا اكس يساوي بي؟ ا اكس يساوي بي، اذا كان ا يخالف صفر يمكن نكتب واحد على ا مضروبة في AX يساوي B مضروبة في واحد على A، يعني A على A مضروبة في X يساوي B مضروبة في واحد، يعني B على A، B مقسوم على A. إذن واحد A على A يساوي واحد، واحد في X يساوي X، إذن X يساوي B على A. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المعادلة AX يساوي B. هذا يعني أن X يساوي B على A إذا كان A يخالف صفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي. في هذا الفيديو سنرى هذه الكتابة. هذه الكتابة ستكتب على شكل AX زائد B يساوي صفر. AX زائد B يساوي صفر. إذا رأينا هذه الكتابة فإنها تعبر على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. كل كتابة تكتب على هذا الشكل تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. باللغة الفرنسية نقول إكواسيون دو بروميي دوغري ا اون انكونو. A و B عددان معروفان أو معلومان، و X هو العدد المجهول. ولمعرفة التفاصيل حول هذه المعادلات والتمارين التطبيقية اضغط في اللائحة الموجودة في الأسفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.